يعني مصر على مدار تاريخها مشهورة بالمعلقين الرياضيين ولازماتهم، ولحد دلوقتي كلنا بنفتكر تعليقاتهم. معلقين كبار رحلوا، يعني مين منا ينسى الكابتن لطيف، كابتن علي زيور، كابتن حسين مدكور، كابتن ميم الشربيني ربنا يديله الصحة يا رب ويشفيه، مين ينسى الكابتن بكر رحمة الله عليه، كابتن محمد حسام، مش كابتن حمادة إمام، كابتن إبراهيم الجويني، كابتن يعني كباتن كتير جدا، أشرف شاكر، معلقين ولزمات دايما. أنا هواندي بنبقى كلنا متذكرين اللزمات بتاعة المعلقين بالزبط. يعني دايما الكابتن شربي ميم الشربيني يفتكر رقصيه كبير الهدافين وآخر حبات عنقود الموهوبين ويسحب البساط من الجميع كأنه من كوكب آخر. كابتن حمادة إمام كان دايما ليه لازمه، يعني خطوره القادمون من الخلف. كابتن بكر طبعا اللي كلنا استمتعنا بيه من خلال قناه النادي الاهلي، يعني كان دايما الكابتن بكر دايما يتكلم على الراجل اللي بيشرب سجاره في البلكونه، ودايما يتكلم على محطه مصر، ودايما يعادل الصوره يا برجاوي. يعني بنعتز طبعا بمعلقينا المعلقين المصريين اللي الجميع كله مر وعد على مدرسه التعليق المصريه. التقرير اللي معانا دلوقتي هو حفل تكريم المعلقين الرياضيين الحاليين اللي ماشيين بخطى ثابته في مشوارهم. خلونا نشوف التقرير ونشوف يعني تقريرنا ده ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. فكره التكريم دي قلناها في مجلس الاداره ونفذناها، والحمد لله كرمنا النهارده رموز كابتن ميم الشربيني الله يشفيه، والكابتن حماده امام، والكابتن رياض شراره ربنا يرحمهم ويدخلهم فسيح جناته، ومعانا الاستاذ فهمي عمر كالخبير التعليق والاعلاميين كلهم اللي احنا بنسميه الخال عمر فهمي عمر، وبرضو المهندس سمير عزيز عشان ده من معلقي التنس الارضي. في ناس عملت بصمه في الرياضه من صوتها، من تعليقاتها، من طريقه الاداء اللي بيقولوه، فاثروا في المشاهد وبيحفروا جواه انه لما بيسمع ماتش بيبقى عايز يسمعه بصوت المعلق ده فبيأثر. او في رياضه مثلا كابتن رياض شراره من اللي حببنا في العاب القوه، احنا ما بنشوفش العاب القوه غير كان في الاولمبياد، بس بنقعد نتفرج لانه بيخلينا نستطعم طعم هذه الرياضه ونحبها ونتفرج عليها. ففي رموز في الرياضه كتير، مش هقول اسماء عشان ما انساش حد، ولكن في رموز كتيره في الرياضه يجب تكريمهم، يجب معرفه اللي عملوه ايه، لانه في ناس بتعمل في الخفاء وبيعملوا مجهود زي كابتن رياض شراره هو اللي اسس رابطه المعلقين. طبعا فكره الاحتفال النهارده هي فكره تكريم، والتكريم يعني اعتراف بالجميل، اعتراف بالجميل يعني في معلقين ياما اثروا التعليق الرياضي لكن ما كانش ليهم الحظ ان في حد قال لهم شكرا، فاحنا النهارده بنقول لهم شكرا سواء كان ناس موجودين او على الاقل يعني اسمهم بنخلد ذكراهم للناس المعلقين اللي ما ساعدناش الحظ وكانوا موجودين معانا على قيد الحياة، فقلنا لهم شكرا. وأكيد الكلام ده كله طبعا بيوصل لأهلهم وذويهم، وزي ما حضرتك شفتي ناس بقت مبسوطة جدا وسعيدة جدا، يعني كلمة بسيطة كده ما بتكلفناش كتير ولكن ليها معنى كبير جدا جدا، فالناس دي من علامات التعليق الرياضي، فاحنا النهاردة جايين بنقول لهم شكرا. هو بالفعل الاحتفال ده مهم جدا، أهم حاجة على فكرة إنه الإنسان بعد ما يشتغل ويتعب يلاقي حد بيقول له كلمة شكر يعني. فالحقيقة حتى النهاردة من خلال مجلس إدارة الرابطة شفنا اللواء عصام صيام بيشيد بإحياء فكرة الرابطة من جديد، هي متأسسة من فترة طويلة لكن يمكن في شوية كسل كده، والحقيقة أن كان هو أشاد برضو بدور كابتن أحمد شوبير في إحياء هذا الأمر مرة أخرى، ودور اللي بيلعبه وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي في إنه يدعم مثل هذه الروابط. أولا بتقوي العلاقات بين أبناء المهنة الواحدة، وطبعا التعليق الرياضي شيء مهم جدا يعني، فلابد إنه يبقى في تكريم على طول للأسماء الكبيرة اللي أسهمت في هذا المجال. أنا بدأت التنس كمعلق بتشجيع من معلق شهير جدا سنة 1992، ما كانش على أيامنا في كمبيوتر ولا آيباد ولا حاجة، فكان عشان أذيع ماتش أقعد 3-4 أيام أذاكر وأكتب
وترجم. وبقول برضو للمعلقين الرياضيين في التنس لازم اللغة، اللي ما يعرفش انجليزي يتعب يتعب، ان هي لعبة كده بيزعوها دايما بالانجليزي. في بعض البلاد زي فرنسا بيقولوها بالفرنساوي وبالانجليزي، وفي ألمانيا بيقولوها بالألماني طبعا. اللعبة لعبة شيقة، لعبة محترمة، لازم نحفظ. على فكرة أنا أعرف أن قوانين الكورة، قانون الكورة 18 مادة، قوانين التنس كتب كتب. التنس ملوش معاد، ملوش معاد. الماتش بيبتدي ما تعرفيش يخلص إمتى، في ماتشات قعدت 6 ساعات و10 دقائق. وعلى فكرة وبالمناسبة اللي قدامك ده زاع مرة للقاهرة من فرنسا، قعدت 7 ساعات إلا 10 دقائق.